مشاهدي برنامج سهرتنا، اهلا وسهلا بكم في هذه المساحه خلال اجواء شهر رمضان المبارك. واليوم تكون جولتنا من داخل بنكينه جوليانا. اليوم حنعيش اجواء بيع الحوت في شهر رمضان المبارك، خلوكم في المتابعه. طيب طبعا كل عام وانت بخير. احكي لنا على اجواء اليوم البنكينه والاسعار الحوت. الاسعار الحوت والله يعني مش كل يوم يجي بساعه بساعه. عندي دلوقتي الثور دوا ب 25، وعندي فروق ب 25، وعندي مخزن ب 28، وعندي مننه ابيض دي ب 35، وعندي تريليا ب 28، وعندي مرجان ب 25، وعندي فروق ب 30. هنا في حمرايه ب 35 جنيه هذا. يعني اغلى نوع حوت ب 35 جنيه. انا عندي ب 35، بنبيع كازيون عشان الشعب ياكل. يعني ارخص حتى من اللحم يعني. ارخص من اللحم والله. وحمرايه ما شاء الله عليها، المنانه ابيض ده ما شاء الله عليه في الاكل. لا المنانه هذا احسن حاجه في البحر. والله ما شاء الله، وحاجه طازه وحاجه نظيفه يعني. وانا هنا خلي بالك ما تجيبش حاجه مجمده يعني. كل اللي انت شايفه يوم بيوم. كل اللي انت شايفه ده يوم بيوم. اليوم حكينا اليوم على اجواء الصيد في ميناء جوليانا، كيف يتم بيع الحوت في خلال شهر رمضان المبارك. والله طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله، تفرق على من بدايه عمليه الكرامه ما شاء الله، يعني بدات تتحرك الميناء والصيد بدا يتحرك ما شاء الله، وحتى سعر الحوت طاح وما شاء الله كلها تشتغل الميناء، فهمت ولا؟ والامور 100% والجرافات يخدمن والمركب يخدمن ورزق ما شاء الله، وليبيا ثورتها ما شاء الله كبيره ما شاء الله. عندنا الحوت هنا احنا ما ندري، الشعب الليبي فيه ناس ما تدريش عليه، عنده ثروه سمكيه ما شاء الله اللهم بارك. يعني ما شاء الله السوق ما شاء الله متحرك، وسعر الحوت الوطا فهمت ولا؟ وما شاء الله لا قوه الا بالله، وضع ما شاء الله لا الامور 100% ماشيه، والجرافات هذين كلهم يطلع المصريه فهمت ولا؟ طاقم مصري، الكابتن ليبي، مرافق ليبي فهمت ولا؟ عن طريق حرس صواح على منوان البغازي، ما يطلعوش الا بتعليمات، وجيت بحار رفع علم، والامور 100% ماشيه، المينا متحركه ما شاء الله. سلمك وكل عام انت بخير، ربي يحفظ قناه الحظ ويحفظكم ويحفظ شرقص الشباب ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، هيك شفتوا اجواء بنكينه بنغازي خلال شهر رمضان المبارك، واكيد استهفتوا بمنظر الحوت هو قاعد ينقلى وطالع من طاجين. في الختام محمد اليك التحيه ولضيوفك الكرام في الاستوديو.